طيب عندي فقره نمبر 1 يا كباتن هناخدها مع حضراتكم وبعد كده يعني وقتنا عشان بينتهي. طيب افضل لاعب في الجوله الثامنه في الدوري المصري يعني في الماتشات اللي فاتت شفتوه يعني جون ابوكا ولا عبد الرحمن مجدي ولا فادي فريد؟ انا بالنسبه لي فادي. فادي اه عشان الهدفين اللي جابهم. الهدفين اللي جابهم اه ماشي بشكل كويس بس انا اختار عبد الرحمن احب الاسماعيلي. عبد الرحمن لعبه كويسه ولو فاق الاسماعيلي فوق معاه طبعا. خلي بالك اتاثر في الماتش اللي غاب فيه بسبب سنانه كان ماتش بيراميدز كان الماتش اللي قبل اللي فات ده اتاثر عشان سنانه. افضل مدرب في الجوله الثامنه كابتن ايهاب جلال، ايمن رمادي سيراميكا، عبد الحميد بسيوني طلع الجيش. اتفضل ابو المجد. طبعا يعني الفتره اللي فاتت الاسبوع اللي فات طبعا الثلاثه كسبوا صح، ف يعني يمكن انا شايف الكابتن ايمن رمادي. ايمن رمادي كابتن ايهاب جلال لان هو فعلا كسبوا كسب. لا مش عشان الاسماعيلي، هو اصعب فريق او اصعب ظروف بتقابله هو كمدرب. مفيش قايمه بيلعب اغلبها بالناشئين، لكن الفرقتين التانيين عندهم نجوم وعندهم الدنيا كويسه جدا. تمام. فلو اختار كابتن ايهاب عشان لو ما كانش كسب كانت امور كتير هتتغير. صحيح يعني. طيب قرار مجلس اداره الزمالك بايقاف الثلاث لعيبه قرار صائب قرار خاطئ؟ كان يجب الاكتفاء بالغرامه الماليه من وجهه نظرك كريم؟ احنا لسه لغايه دلوقتي ما مش عارفين الامور توصل لغايه فين. احنا اللي عارفينه الناس يعني واقفين هم عارفين البيع بس القرار صح ولا غلط ولا كان الاكتفاء بالمقابل المادي او بالغرامه الماليه؟ الايقاف صح. الايقاف صح. لكن اللي جاي انا شايف ان مين هيسيب وانا هسيب. عارف اللعبه دي فتوح محطوط في خانه اللعب. احنا منتظرين عايز يرجع المنتخب فبالتالي لازم يلعب فمحتاج ان هو يجدد والزمالك او يوافق ان هو يسافر لحته ثانيه بس هيجدد برضه للزمالك فبالتالي في فلوس داخله لنادي الزمالك. تمام ابو المجد. لا قرار صائب طبعا. ايه؟ قرار صائب طبعا. صائب. طيب لاعب سيفتقده الاهلي في المونديال رضا سليم، صلاح محسن، احمد عبد القادر. رضا سليم طبعا. رضا سليم مش احمد عبد القادر بس. لا يمكن احمد عبد القادر يعني هو كان الفتره اللي فاتت عنده مشاكل كبيره جدا ويمكن للاسف للاسف لعيب كويس يعني. لعيب كويس. طيب لاعب تتوقع استبعاده من كاس الامم الافريقيه من القايمه يعني محمد شريف ولا حسين الشحات ولا لعيب تاني ممكن شايفينه؟ متهيألي ممكن محمد شريف. محمد شريف. كابتن كريم. لا انا شايف ان مصطفى محمد ومحمد شريف كمان يعني الاثنين فرادة المنتخب موجودين. حسين اللي يطلع ولا حسين ماشي كويس جدا. مين طيب يا كابتن ممكن مستبعد ما يبقاش موجود؟ يعني ما اقدرش احدد لاعب لكن لو اتكلمنا على الصورتين دول ممكن حسين هو اللي يكون المكان بتاعه عشان مكانه زحمه شويه. عمر مرموش وفي لعيبه كتير جدا في المكان. طيب اللاعب تتمنى انضمامه للمنتخب الونش كهربا اوفا. كريم ولا انا؟ قول يا كابتن ابو المجد. كهربا طبعا. كهربا. لا الونش طبعا. الونش. طبعا. طبعا الونش مش هيلحق للاسف الشديد. مش هيلحق بس انا اتمنى ان هو يلحق. طبعا. طيب افضل محترف في الدوري بالسنوات الاخيره من وجهه نظركم كان علي معلول ولا كينو ولا اشرف بن شرقي؟ انت واحد من الثلاثه كابتن. الثلاثه الصراحه جامدين. كينو طبعا. كينو انا بالنسبه لي كينو. كينو كواليتي عالي. كواليتي عالي جدا. طبعا ما زلنا بنحلف بيه لغايه دلوقتي الحقيقه. لعيب كبير ولو كان فضل كانت امور كتير تتغير في الكوره في المحترفين ونوعيه المحترفين اللي بيجوا الحقيقه الدوري المصري.